إن الاستغلال الجنسي للأطفال ليس بالأمر النادر الحدوث كما يظن البعض، فالإحصائيات العالمية تشير إلى تزايد الاستخدام المسيء لصور الأطفال على الإنترنت بنسبة 1500% منذ عام 1988، تضاعف عدد مواقع الإنترنت التي تحتوي مواد فيها استغلال جنسي للأطفال بين عام 2012 وعام 2014. واحدة من كل 4 فتيات وولد من كل 6 أولاد سوف يتعرضون لشكل من أشكال الاستغلال الجنسي قبل سن 18. 73% من الأطفال الضحايا لا يخبرون أحداً عن تعرضهم لحالات استغلال جنسي لمدة تصل إلى سنة على الأقل. 45% من الضحايا لا يخبرون أحداً عن تعرضهم لحالات استغلال جنسي لمدة تصل إلى 5 سنوات على الأقل. لما تقدم، تتجلى أهمية تضافر الجهود الدولية لمواجهة جريمة الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت ومنع تفاقمها وإيجاد الآليات المناسبة للتصدي لها. ولهذا الغرض تأسست العديد من الجمعيات الدولية لهدف واحد، وهو حماية الأطفال من الاستغلال عبر الإنترنت. وأكدت جميع تلك الجمعيات الدولية ضرورة الاهتمام ببناء جسور التعاون وتعزيزها على كافة المستويات محلياً وإقليمياً ودولياً للقضاء على شبكات استغلال الأطفال على الإنترنت في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية والاتجار بها لأغراض جنسية. وتأتي قمة نحن نحمي، والتي عقدت للمرة الأولى في لندن بديسمبر عام 2014 بهدف تطوير حلول كفيلة بوضع حد لهذه الجريمة البشعة، والتي ساعد الإنترنت على انتشارها عبر فضائه الواسع الذي غير حجم وطبيعة المواد المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال، وبات يشكل قلقاً متنامياً وخشية من ظهور ثقافة فرعية تسعى إلى تسويق الاستغلال الجنسي للأطفال بإعطائه قناعاً خادعاً تمهيداً لاعتباره أمراً عادياً. وأصبحت مكافحة هذه الجرائم تستلزم شراكات قوية بين الحكومات والمؤسسات الشرطية والأمنية وقطاعات التكنولوجيا والمجتمع المدني. وهذا ما تسعى إليه دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بوزارة الداخلية في القمة العالمية الثانية نحن نحمي، والتي تحتضنها العاصمة أبوظبي. وتهدف الوزارة من خلالها إلى تحويل توصيات مؤتمر قمة لندن إلى مبادرة عالمية بدعم من المجلس الدولي الجديد، بالإضافة إلى أهمية حث كافة الدول المشاركة على الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها وإرساء شراكات جديدة تدعم السياسات المؤدية لاعتماد خطة رقمية آمنة وشاملة وتمكينية للأطفال، فضلاً عن وضع استراتيجيات شاملة تتناول التحديات التي تشكل التكنولوجيات الجديدة لتعزيز الدوائر الآمنة على الإنترنت بالنسبة للأطفال. وإن حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على دعم الجهود الدولية لحماية الأطفال من الإساءة واتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية اللازمة من خلال جهود الجهات الحكومية المختلفة جاء انطلاقاً من رؤيتها الوطنية 2021، وهو ما أكده الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بأن تكون دولة الإمارات مركزاً لحماية الطفولة، وتجلى ذلك في محطات بارزة أهمها مايو 2010 استحداث اللجنة العليا الدائمة لحماية الطفل في وزارة الداخلية، عام 2010 انضمام الإمارات رسمياً لعضوية القوة العالمية الافتراضية الـVGT، والتي تهدف إلى وأد جرائم استغلال الأطفال عبر الإنترنت في مهدها، وتضم عضويتها جهات شرطية دولية من أوروبا وآسيا بالإضافة إلى الإنتربول واليوروبول. يونيو 2011 تأسيس مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل. ديسمبر 2012 استضافة فعاليات المؤتمر الخامس للقوة العالمية الافتراضية الـVGT في أبوظبي تحت عنوان التعاون الدولي ممكن للحماية. إبريل 2015 اختيار وزارة الداخلية الإماراتية بإجماع جميع أعضاء القوة العالمية الافتراضية الـVGT لرئاسة هذا التجمع الدولي الفعال لمدة 3 سنوات.
وتجسيدا لما تقدم، فإننا نلتقي هنا اليوم جميعا إيمانا منا بضرورة توحيد الجهود الدولية وتضافرها من جميع الأطراف، سواء كانت مؤسسات حكومية أو أمنية أو اجتماعية أو أكاديمية أو غيرها، بالإضافة إلى الشركات الرائدة في الصناعة الرقمية والمؤسسات الأخرى الدولية والإعلامية، وذلك لضمان حصول الأطفال على حقهم في الحماية. فلعل الأطفال حاليا صوت ضعيف، إلا أنه ينمو في الوقت الحاضر ليصبح المستقبل بأكمله.